الله عليك يا دوله، الله عليك وعلى اعلاناتك يا عم، اكبس اكبس عليه. طب هايل جدا جدا، انا متاكد ان اعلاناتكم هتنفعني الفتره اللي جايه، بس يا ريت بسرعه علشان الحق ازيع الاعلانات دي بقى على كل القنوات، الافلام الكوميدي والاكشن والتوك شو. حضرتك ولو تحب كمان نزيع في قنوات الاخبار، احنا بنغطي كل الاذواق. انا واثق في افكار حضرتك، بس انا ليا طلب واحد عن سعادتك. اؤمر اؤمر أؤمر أؤمر. يعني بعد إذنك أنا مش عايز أظهر في الإعلانات دي لأني خجول شوية. ليه؟ ده المسألة سهلة خالص حضرتك، ده أنا كنت خجول أكتر من حضرتك كده هون، ولقيت دول حبيبي المخرج يعني بيسهل لي كل حاجة، وبعدين بقيت أقبض 100 جنيه يعني، ممكن تسيب الشغل بتاعك وتيجي تشتغل في الإعلانات. عادل أرجوك أنا مش عايز. لا حضرتك مش محتاج إنك أنت تظهر في الإعلان، سيب لنا الموضوع ده، أنا هظهر مكان حضرتك، لأن ممثل الإعلان يعمل كل الأدوار. هايل برافو عليك. طيب انا بس ارجو من سعادتك انك يبقى بسرعه علشان نقدر نزيع الاعلانات دي، انا واثق جدا في افكار حضرتك وفي دماغ حضرتك، وسعيد جدا بمعرفه عقليه سعيده. سعاده جدا جدا. اخجلت بتواضعنا يا فندم. ميرسي جدا يا فندم، ميرسي جدا. استاذنكم. اتفضل. الف الف سلام. ومع الف سلام. والله عليك يا دوله ولعبت معاك يا عم، عيني عليك بارده يا دوله. دوله زودني بقى. زودك انت طول الوقت ما بتفكرش غير فلوس، اخر حاجة كنت بتفق معاك كام؟ دول انا كنت باخد 100 جنيه وانت زودتهم لي بقى وخليتهم بقى 100 جنيه 50. ماشي يا عم، انت واد ابن حلال يا ده رمز، انا هزودك هديك 100 جنيه بس 25. السلام عليكم، احنا هيبقى معانا كمان شويه ايها المستمعون فخر الصناعه المصريه والهرم السابع اللي هيبقى ان شاء الله. لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. الدكتور علي الجميل فخر الصناعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني انا ما بعرفش اتكلم قدام شاشات التلفزيون يعني، لان ببقى من النوع الخجول، لكن تحت امركم طبعا. انا بحذر الصين وبقول للصين يا صين ايه على طول بقى بتبيعي منتجاتك عندنا صين ولا ايه؟ لكن انا بهدد الصين ان ان شاء الله المنتجات المصريه كلها هتتباع في الصين، وهيبقى طول الوقت في الصين يقولوا معقوله كل المنتجات مصري، زي ما احنا بنقول معقوله كل المنتجات صين. بالنسبه لاخر اختراعاتي صراحه، وده مفاجاه، هو ده منه العلبه البلاستيك دي. لا مش العلبه، بس اللي جوه العلبه نفسه، يعني ده بيعالج القلب وبيعالج ضغط الدم وبيعالج السكر وبيعالج الارتيكاريا. يا طب اللي عنده بقى حموضه ممكن يعالجها؟ ده نفسه بيعالج الحموضه، بس بتاخد لحظه صغيره بس. ده تلاقيه غالي جدا بقى ولا رخيص؟ لا رخيص جدا، لان انا عامله للناس كلهم يستفيدوا منه. طب الناس بقى دولت بقى هيستفيدوا منه بقى هيلاقوه فين؟ هيلاقوه طبعا على ارقام التليفونات اللي نازله دلوقتي يعني. لكن ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، احنا معانا مستمعه موجوده هي شغاله طول الوقت. فين؟ الارقام. طب ليه بقى الارقام دي عشان يعرفوا يقروها؟ لا ما وصل المكنه بتاعت الارقام. طب احنا دلوقتي الفقره بتاعه المتصلين، فمعانا دلوقتي اتصال من مستمع من اهو. معاك الدكتور علي الجميل يا حضرتك. انت ايه؟ ما هم بيعملوا كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تحت امرك. الو، انا مبسوطه جدا جدا اني بكلم حضرتك، انا رانيا من مصر. اهلا وسهلا استاذه رانيا. استاذه رانيا ام ياسمين يعني. كل الطلبات اللي انت عايزه تطلبيها بقى اهو معاكي. انا حضرتك بعاني من تساقط الشعر وعندي حب الشباب، وبحس بهرش ساعات اسفل 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 الشعيرات. علاجك عندي ان شاء الله. حضرتك العلبه دي وهي مش غاليه وهي رخيصه، حضرتك يعني بتدهني منها 3 مرات الصبح ومرتين الظهر ومره بالليل، مش هتلاقي اي شعر بيتساقط خالص. الله، يعني هم كم مره كلهم مره واحده؟ يعني 6. يعني ممكن تدهن الستة سياده الرانيا، تدهن مره واحده سياده الرانيا. ممكن تدهني الستة مع بعض يعني، عشان لو عايزه ان الشعر ما يقعش اسرع، عايزاه يقع واحدة واحدة وبعدين ما يقعش خالص، يبقى ادهني زي ما انا قلت لك كده ان شاء الله. الله عليك يا استاذ عادل، الله عليك، الحملة الإعلانية بتاعتك ممتازة، علت أرباح الشركة بنسبة 100%.
طبعا طبعا يا استاذ، انت فاكري وانا مخرج اي كلام ولا ايه؟ انا دارس اعلانات في جامعه اوكسفورد في فلوريدا. معلش يا دوله. طب ايه بقى يا استاذ بقى، يعني مفيش بقى شكرا لابو الرماميز نجم الاعلانات السوبر؟ لا ازاي، شكرا ليك طبعا، ده انت عبقري. حضرتك عموما يعني ما دام الحمله عجبتك مفيش بقى حاجه تحت الحساب؟ الله، هما الاولاد ما جابولكش مستحضرات التجميل والكريمات اللي انا قايلهم عليها ولا ايه؟ ده انا موصيهم. لا مستحضرات تجميل ايه، انا اخد اجري مستحضرات تجميل؟ انا عايز فلوس حضرتك. طبعا، انا بس عندي رحله مهمه للصين عشان الم فلوسي بتاعه البضاعه اللي وزعتها هناك. اول ما اوصل هبعت لك فلوسك وبالعمله الصعبه كمان. العمله الصعبه دول يعني ايه؟ عمله صعبه؟ عمله صعبه يعني ما بتصرفش، صعبه صعبه. بص انا عايزك بقى تلحقنا بكام حاجه كده كمان عشان الاعلانات تولع الدنيا، عايزك نولع السوق. لا 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 ما تقلقش، احنا من ناحيتنا هنولع وانت عليك تطف يا سيدي. دولة زودني بقى. ماشي، انت اخر اجر خدته كام؟ 125. خلاص يا سيدي هدي لك بقى 110 ورقات ب10. انت ما تدوني على طول يا دولة. لا لا ما تطمعش، بص الفنان لازم ياخد خطوة خطوة. حبايبي اللي كل بيتفرجوا علينا في التلفزيونات وفي السينمات وفي الكافيهات، احنا معانا النهارده بقى في الحلقه الجديده. فاكرين رانيا اللي اتصلت بالدكتور عادل الجميل؟ لما اتصلت بالدكتور علي الجميل هي بقى جايه لنا النهارده في الحلقه، احنا استدعيناها عشان تكلمنا بقى على الكريمات والحاجات دي. اهلا اهلا يا مدام، اهلا وسهلا. خير دكتور علي، ازي حضرتك؟ بجد مبسوطه قوي قوي ان انا بشوفك النهارده، لانه انا بجد كان نفسي انظر اليك عينا بعين وقالبا بقلب. يا اختي ما كل يوم معاكي. حضرتك قولي لنا بقى ايه رايك في الكريمات واستعملتيها ازاي وايه اللي حصل؟ واحنا بنصور احنا نستعبط من لسه ايه يا دول؟ ما احنا ايه ده، ما كنا جبنا اي حد تاني، كنا جبنا سناء ولا رن ولا اتفضل يا فندم قولي ايه رايك. الحقيقه فانا يعني انا كانت تجربتي مع الكريم تجربه مميزه جدا، لانه الحقيقه ان انا ما كانش عندي شعر خالص وكان شعري خفيف ومش بيطول، ومع الوقت طبعا لما حطيت المستحضر اعزائي المشاهدين انا بجد في منتهى السعاده، منتهى السعاده. ايوه أنا يعني حضرتك بس عشان خش على الموضوع على طول. خش يا ام ياسمين. جمله يا ام ياسمين كده. احنا بنعمل ايه كده؟ احنا بنعمل ايه؟ اتفضلي خش على الموضوع على طول يا ريت. اقول يا ريت. اوكي، انا لما حطيت الكريم طبعا كان شعري بيتساقط، كنت بعاني من مشكله فظيعه، كان عندي انهيار في بصيلات الشعر اللي ما كانش بيطول خالص. حطيت الكريم فابتدى شعري يتغذى، وزي ما انتم شايفين بقى تقيل جدا جدا، اعتقد ان مش ممكن يبقى في احسن من كده، صح يا دكتور؟ صح. طبعا لا مفيش احلى من كده. لا بس ممكن برضو يبقى احلى من كده كمان لو داومتي على استعمال الكريمات كل يوم، زي ما قلنا كل يوم لو استعملت الكريمات شعرك هيطول ويبقى احلى من كده. بقول لكل المشاهدين استعملوا الكريمات على قد ما تقدروا عشان مش بس شعرك يبقى حلو زي مدام رانيا، لكن كمان تبقى انتوا حلوين زي مدام رانيا، يعني استعملوه على شعرك وعلى وشكوا كده اهو يعني. وزي ما انتوا شايفين اهي شعرها طول جدا اهو، صح؟ صح 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 صح. عندك استنى دقيقه، لملي بقى الكريمات دي وحرزها لي. في ايه يا حد الظابط؟ ايه اللي حصل حضرتك؟ احنا بنصور اعلان حضرتك. اعلان؟ امال فين المودلز والناس اللي بتتشقلب؟ اعلان؟ معاك تصريح انك تصور الاعلان ده؟ حضرتك تصريح لايه يعني؟ اتقل، بتوع المصنفات جايين في السكه. امال مين ده حضرتك؟ انا موظف من جهاز حمايه المستهلك. اهلا وسهلا. طب انا ما عملتش اي حاجه غلط حضرتك. انت بتبيع منتجات غير مصرح بيها من وزاره الصحه، وجات لنا بلاغات كتير ان في ناس تضرروا من المنتجات دي. ده في واحد الخلاط فرقع في وشه دخل عليا مبزر طماطم، وفي واحده استعملت الكريمات بتاعت حضرتك جات لي مسفلته شعرها، حرام عليك خطيبها فركش معاها، انت تسببت في حاله فركشه عامه. حضرتك انا مالي، انا بس بعمل اعلان، هو انا صاحب الشركه؟ انا مش صاحب الشركه حضرتك يعني. مش انت عامل لي فيها دكتور علي الجميل؟ لا هو مش عامل فيها، هو الدكتور علي الجميل. مش وقت غباوه، انسى التصوير حضرتك، انا يا دوبك بعمل اعلان يعني حضرتك يعني. يعني كمان منتحل شخصيه واحد تاني، حرام عليكم بتنصبوا على الناس الغلابه ليه؟ طب حضرتك يعني انا اعمل ايه؟ قولي له قولي له حاجه يا رانيا. انا يا حضره الزوبي. انا كنت
شعري طول هنا بس بعكش ازاي يا حضرة الضابط؟ انا احدى المستخدمات المنتكبات لهذا الكريم. بتبيعيني يا رانيا؟ اقبضوا عليه.